دكتورة، الحمد خلينا لله. نقول إن في ناس وهي بتشرب المشروب، في بعض المشروبات وهي بتشربها بتبقى متخيلة إنها بتدخل سوائل للجسم. السوائل دي ممكن تكون مضرة للمية في الجسم وبتصفي الجسم من المية، يعني بتقلل المية اللي موجودة في الجسم، وهم حاسبين إنها من ضمن كمية المية المفروض يشربوها. لو حضرتك تقول لنا إيه المشروبات مظبوط، اللي زي نبعد عنها الكافيين كده، خالص؟ زي الكافيين كده مثلا، يعني كافيين مش نقلل، لان في ناس عمرها ما تقدر تبطل الكافيين، يعني الكافيين يقلوا مع كل كوبايه كافيين بشربها، باخد مكانها معاها كوبايتين ميه. المشروبات الغازيه دي، سعرات حراريه فاضيه او مش بترطب زي الميه العاديه، لازم ميه، يعني لازم ميه، مش مشروبات غازيه او كافيين او كده. يعني ممكن، العصاير ما بتتحسبش ميه، المشروبات الساخنه حتى لو بعدنا عن الكافيين لا اللي هم العصاير ممكن، شاي عصير الاعشاب الفريش، المختلف ده ما بيتحسبش ميه. لا شاي الاعشاب بيتحسب ميه لانه معمول بميه. العصاير ممكن احسبها ان هي سوائل برضو داخله بترطب، مستوى الميه فيها عالي برضو. انا بتكلم الحاجات اللي بتخش بتنزل الميه من الجسم، زي الكافيين كده انها مضر للبول فبينزل الميه. تمام. طيب بالنسبه للتلج يا فندم، في ناس بتشرب تلج ممكن تمص تلج، مفيش مشكلة، ما عادي، هو التلج ده ميه. ما التلج ده ميه مفيش مفيش اي مشكلة. ضرر على الجسم، حتى لو كنت راجع من مشوار بره مثلا في الشمس وكده مفيش اي خطورة على الجسم؟ لا ساعات بتبقى الواحد لو راجع حران قوي او عرقان بعد التمرين، لو شرب حاجة ساقعة قوي بيحصل له تقلصات في عضلات المريء وفي عضلات البطن، فلازم تبقى الميه فاتحة. لكن لو حد قاعد في البيت في تكييف او حاجة، فبقى التلج ده عادي ممكن يمص بقاع التلج، مفيش مشكلة. كنا بنشوف مواقع كتير بتتكلم او افراد كتير على مواقع السوشيال ميديا بيتكلموا عن ان لو احتاجنا ان احنا ناخد دوش اثناء النهار يفضل ان هو يكون بميه مش ساقعه، يعني تكون الميه فاتره او تميل كمان للسخونه اكتر، لان ده بيقلل معدل التعرق وده كمان بيقلل الاحساس بالحر. ده فعلا لانها بالظبط بتقلل بت يعني بت بت بتعمل تمدد في الاوعيه الدمويه، يعني حتى بيقول لك حتى في الحر كمان تشرب مشروبات دافيه، نفس قصه الدش الدافي، لان ده بيقلل من فقد المياه في الجسم.